كويس يمرر الكره على حدود منطقه الجزاء. الكويكبي يفتح اللعبه في الشمال، هنا الانطلاقه والمحاوله والكوره، وفاد الشمري في لقطه ثالثه، في لقطه ثالثه فادي الشمري بعد تمريره ممتازه وصالح العمري. يا سلام، ادي الكويكبي ضرب خط دفاع التعاون كله لصالح العمري اللي استلم، ولكن فادي حتى الفرصه. الكره عادت من جديد باتجاه لويس جوستافو، يلعب كوره عبد الله المطيري على الناحيه اليمنى، هذه خطيره. يا الله، يا لها من هجمة خطيرة، ما زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء. التسديدة والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية، وبفرصة خطيرة في اللقطة الماضية. فريق الفيصلي اللي يضغط بكل ما أوتي من قوة في هذه اللحظات. شوف الكرة اللي لعبها لويس جوستافو إلى عبد الله المطيري بنسخة كربونية للهدف. جزاء للأهلي، عمر السومة، عمر عمر عمر، جو تيجي صعبة. عمر السومة لعبها بطريقة، لكن والله الحارس محمد المالكي واقف صح وتحرك صح وصد كورة من لاعب اسمه عمر السومة. حلوة المرة دي، العبود مع الكورة، عبد الرحمن العبود يسدد، وفهد الشمري يطلع الكورة، لسه ما خرجتش. محاولة من تاني من الانتفاع، عرضية على القائم التاني، محاولة ولكن يطلعها ماتشادو، تتطرف مرة تانية. كايخون يرجع عند حسن كادش من الشمال، يلعب الأرضية، حلوة المرة دي رأسية وفهد الشمري. حلوة المحاولة من الانتفاع، الأولى من العبود والثانية من العمري، وفي اللقطتين فهد الشمري بامتياز. يا سلام، حلوة حلوة حلوة، هذه الأولى، هذه الأولى. عد عبد الرحمن العبود سدد، عملت بند في الأرض شرة. سان مارتن يلعب الكرة، يلفها حلوة المرة دي ورأسية، والكسار الكسار. هو اتصاب بره منطقة الجزاء، نشوف كده نركز. وهنا الإعادة للكرة، ده كان ريكاردو ماتشادو على فكرة. سان مارتن لكن تاني مرة يلفها حلوة ريكاردو ماتشادو، ولكن الكسار كان وحش في اللقطة اللي فاتت.